8:08 دقائق على في محل راديو هذه العبيه لا تجيكم انت وحتى للتسعة نتاع الليل. مساء الخيرات للناس اللي تسمع فينا وين ما كنتوا، مساء الانوار للناس اللي تابع فينا على الباج فيسبوك راديو اف ام ولا على شين اي اف ام تي في على اليوتيوب. حلقه الخميس 24 مارس 2022، حلقه الربح 2 اطوال 600 اطوال 1 دياس هي ثنيه الربح، ومع اتصال تونس معنا حد يروح متغش. هذا شعار اللي بدينا به، وهذا الشعار اللي ان شاء الله باش نواصلوا به. اسمك خرج في القرعه الاولى تكون واحد من الفايزين معنا 600 دينار كاش. اسمك خرج في القرعه الثانيه تكون واحد من الفايزين على الديجيتال 600 دينار كاش. اسمك خرج في القرعه الثالثه تكون انت سعيد الحظ والفائز بالخمسين مليون كاش. نعم، 50 مليون من اهداء اتصالات تونس. كان تحبوا تستمتعوا تعديوا صبحية مزيانة، يجيوا بحذانا نهار الجمعة 25 مارس في شارع الحبيب بورقيبة، تلقى وجيه الجندوبي وأولادها المشاغبين في حلقة خاصة من مدام وجيها من القلب للقلب. انيماسيون دي جو يستناو فيكم برشا كادوات، وكالعادة الربح موجود. مالا ما تنسيوش نهار الجمعة من 9:30 نتاع الصباح لنص النهار في شارع الحبيب بورقيبة مع وجيه الجندوبي من القلب للقلب. رجوع الشغب، رجوع الفوضى، رجوع الإثارة، رجوع شنقول معناها المناج، رجوع هاي بينا نلعب، رجوع البشايح ليريقي، رجوع الضحكة الشريرة المتقطعة. فرحان برشا اللي معايا اليوم النجمة اللي بشوفها في شهر رمضان في ثوب جديد. فرحان برشا 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 اللي معايا اليوم أميمة بن حفصة. يا عسلامة أميمة. عسلامة، توحشتكم برشا 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 برشا. إخويك القصة. أي صغير. صغير. سافا أميمة؟ تري تري بيان. شحوالك؟ أون فور الحمد لله. نعومي شنحوالها؟ خير الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بوسة بنينة نعيمة الجاني زادة كيف كيف بشوفوها في شهر رمضان كالعادة متألقة على الدوام. فرحان برشا اللي باش تلعب كونتيرها زادة اليوم العظيمة سلمى هنتاتي. عسلامة سلمى. عسلامة وليد، عسلامة أميمة، صحة اللوك الجديد قداش لوك وحب ملوك. لوك ومواتاها ومزيانة. شو خبيرة راهو مش نابورت كي قال لي لوك واتاني. نعتذر نعتذر نعتذر. حتى أنا قلت لك جميلة. سي جونتي. يلا ننطلقوا في الروندة الأولى. الروندة الأولى مباشرة من ولاية المهدية سخيفة الكحلة 33 سنة، مدام فتيمة وهبي. شحوالك فتيمة؟ عسلامة مدام فتيمة. شحوالك فتيمة؟ الحمد لله. صحة بخير؟ الحمد لله. لاباس. شنحوال شباتي المهدية ساعة؟ لاباس. مازال في البنة ذيك ولا هنيني هنيني؟ مازال في البنة. هي في البنة. هي يلا فتيمة حاضرة المباراة؟ اي يلا قد وانا متعلق التليفون نمشي لولايه نابل. داود قار علي. شحوالك داود؟ عسلامه. لاباس داود؟ داود شنو احوالك؟ لاباس خويا. شي يكون منك منير قار علي؟ ولد عم. ولد عمك منير قار علي، لاعب سابق في الملعب النابلي هكا ولا ايه؟ كرة السلة. تحيه ليك يا داود. يلا حاضر المباراه ان شاء الله. حاضر للمباراة. سؤال سؤال انت وفتيمة، 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني 3 أجوبة صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يلعب مع أميمة وإلا مع سلمى. نبدو ليديز فيرست كالعادة. فتيمة نبدو بك انت، 10 ثواني. السؤال يقول سمي لي 3 بلايس فيهم كلمة باب. باب الثقة، باب السعدون، باب النار. يا عيني عليك، برافو. ريتك في باب منارة. تعرفوا قنديل باب منارة وميمة؟ شي يعمل قنديل باب منارة؟ يذبي على البراني. يذبي على البراني. برافو، 3 أجوبة صحيحة في 4 ثواني يا فتيمة. برافو داود. يلا داود لازمك شوطة 3 بوانت في 3 ثواني باش تنجم تغلب فتيمة. السؤال يقول سمي 3 بلايس فيهم كلمة بو. كلمة بو. بو 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 بي ويو واو. بو منديل. اي بو مال. اي بو قرنين. بو قرنين، 3 أجوبة صحيحة في 10 ثواني. 10 ثواني يا داود.
فاطمة في 4 ثواني أعطتنا 3 أجوبة صحيحة. لك الكلمة يا فاطمة. أميمة بن حفصية ولا سلمى هندت؟ يا أميمة. أميمة مرحبا يا فتيمة. عايزك اخترت الشغب يا فتيمة. ربي معاك. داود. داود عسلامة. داود عسلامة. إن شاء الله مربوحة. عاش. يلا ننطلقوا في الروندة الأولى بسؤال الأولوية. يديكم على البزار. أميمة بن حفصية سلمى هنتاتي. السؤال يقول قداش عمر واحد من عام 1980؟ 42. 42. جواب صحيح. برافو مي. يظهر لي القصة حلت لي مخي شوي. ما كانش متنفس مخي. بلوتو غطات على حاجات. يلا أميمة فتيمة 30 ثانية السؤال هذايا على نقطة يا فتيمة. ركز خذ وقتك تشاور. أنت أميمة تعطيني الجواب النهائي قبل ما يوفى التوقيت يا فتيمة. السؤال يقول شنو هي أبوجة؟ الاقتراحات عاصمة أكلة وإلا لعبة؟ نتصور أكلة. تصور شنو؟ أكلة ماكلة. يظهر لي نقول لعبة. هنا نعرفش تبعني ولا تبع روحك ويظهر لي في الأخير بكلش تطلع عاصمة. يلا 5-4 بزرك. أكلة. باين تبعوك انت لفتيمة. أكلة تبعوها هي أكلة. شنو هي أبوجة؟ كيفاش قلت انت يا أميمة؟ قلت هي قلت أكلة وانا قلت لعبة ويبش تطلع عاصمة. وهي بش تطلع عاصمة زعما. التحليل هذا صحيح يا فتيمة؟ لا لاش ما لعش ما عندي حتى فكرة. ما عندك حتى فكرة. هي قالت لي القصة غطات على حاجات. عنذر ذا. اسمع ليه ما كنت اطلع عاصمة ان اطلع اقتراحي صحيح. تطلع اقتراحك صحيح كيف يا بجارب؟ خطر انا قلت هي قلت اكلة وانا قلت لعبة وهي بش تطلع عاصمة. وبعد تبعتها الاكلة. هي اختارت اكلة قلت لها نمشي معاك. معناها تخيلوا يعدي يقولك اخذيت باقيت عديت شوي ابوجة. ولا عملت عصرة قارس على ابوجة. شنو عشيك الليلة ابوجة مفورة. حاجة حلوة. هي عاصمة. يا أميمة للأسف جواب غلط. يا فتيمة عملت التلفازات الكل والتحليل الأخراني ومن بعد مشيت تبعتك. يا أميمة يهديك. صبر وبر. ألقى حلفك القص. يلا سؤال الأول هي مزيد مباراة متواصلة. سؤال الأول هي مرة أخرى أميمة سلمى. السؤال يقول ريكوتا بالدرجة التونسية. ريكوتا. ريكوتا جواب صحيح. حتى ما تلحق كان فهمت القصة في الأولوية بركة قاعدة مش. شو أنت عامل استراتيجية أخرى في سؤال الأولوية خلي القصة في السؤال الآخر اخرب القصة على اليمين. صحيح. يلا فتيمة فرصة أخرى على نقطة يا فتيمة. السؤال يقول شكون اللي اسمه الحقيقي هو روان سيباستيان أتكنسون؟ الاقتراحات رالف لورين جون ليجاند وإلا مستر بين. فتيمة تبعني جوية ذي لفرير لومير. يا فتيمة تبعني ولا نتبعك. أي مستر بين. مستر بين. العب يلا. مش تبعها فتيمة. أي ريت أنا قلت لك شي كل شيء من القصة. شنو؟ لا لا يا هما من القصة. ما كتوا فرقت هالقصة. هاكا جاوب صحيح. برافو. نقطة. مبروك. ليه أحسن مستر بين. برافو. نقطة فتيمة. مازلنا صفر من النقاط. صحيح بيت وهز القصة. برافو. داود يحب يلعب. اسمع وليد نشكيلك ما قلت لي صحتي انت. تحية النعيمة عندها حق. يلا سؤال الأولوية مرة أخرى سلمى أميمة. السؤال يقول المواقع الإلكترونية في أي بلاد توفى بإي تي بوان؟ إيطاليا. إيطاليا جواب صحيح. أمورك. يلا داود أقول آه يا داود
أيه. فرصة باش نعدلوا النتيجة يا داود، تتشاور أنت وسلمى، تعطيني الجواب النهائي قبل ما يوفى التوقيت. السؤال يقول: أنا هي البلاد اللي تتسمى مهد الديانات؟ الاقتراحات: السعودية، فلسطين، وإلا مصر. داود أيه. عندك فكرة على البلاد اللي تتسمى مهد الديانات؟ قولي السعودية. أنا أقول فلسطين. فلسطين معك. تبعني. فلسطين معك. مهد الديانات. أنا هي البلاد اللي تتسمى مهد الديانات بين السعودية، فلسطين ومصر. فلسطين. تبعتها يا سي داود. مانيش نعم. البلاد هي ماهيش مصر. مين السعودية؟ وما هي السعودية، هي فلسطين. جواب صحيح. والله يا سيبيا حطينا طلعت القصر. اسمع، نحب نقول لسلمى رك شرفتنا اخويا عند كريم الغربي. راني شيخة ونقول له يا ماما هذيك معانا في العب يلا زيد. هاي وقت الـ وقت الـ ثقافة وزين وعين وثخامة، وقت يلعبوا لي برون كونتر لي بلون. وي وي ما في برشا جو. يزي يومي مسكت اسكت اسكت يا لساني اسكت يا لساني. صحي تسكت يا لساني خير. اختان يزينا من البوز الفارغ والحكايات الفارغ. انا يعجبوني فما عباد اول ما بدات لي ميسيون تاعنا نبروا علينا شويه، من بعد خيتهم تبارك الله وكي يخدموا في برامج اخرين. الحمد لله الحمد لله. ومو به سؤال اللي باش يفصل المباراه، كيستيون باراج. السؤال هذا اذا واحده من البنات خذت الاولويه والمتباري اللي معاها جاوب صحيح يكون هو الفائز ب 600 دينار، اذا جاوب غلط اوتوماتيكمون الفريق المنافس يكون هو الفائز. يلا البنات ليكم على البزر. السؤال يقول: شنو هو وحده قياس السفن؟ حاجه هكا ما نعرفها نربطوها. عقدة. العقدة جواب صحيح. شو انا ما فهمتش السؤال خاطر بحق كيف نفسره خاطر ما نعرفش اسكو تحسب الباتو قديش طول ولا في قديش قاعد يجري. في قديش قاعد يجري. ايوا وحدة قياس سرعة السفن ولا السفن بيدا هاكل هاكا زوز ماكش تعرفهم كيف ليه قدر. يلا داود اخوي. يا داود 30 ثانيه يفصلون على 600 دينار. يا داود ركز، تشاور انت وسلمى، اعطيني الجواب النهائي قبل ما يوفى التوقيت. السؤال يقول: شنو تعني اثوب، الاسم الامازيغي السابق المطمط؟ الاقتراحات: المدينه المنحوته تحت الارض، ارض السعاده والهناء، المغارات الساحره. عندك فكره داود شو تعني كلمة أثوب؟ أثوب هو اسم الأمازيغي السابق لمطمطة، المدينة المنحوتة تحت الأرض، أرض السعادة والهناء، المغارات الساحرة. أنا أقول المدينة المنحوتة تحت الأرض ولا مغارات ساحرة. يلا مغارات. قاعدة تجاوب بالزهر هي ما عندهاش المعلومة. ديو مغارات. مغارات ساحرة. المغارات الساحرة. انتهى التوقيت. شنو تعطي أثوب، الاسم الأمازيغي السابق المطمط؟ بالمدينة المنحوتة تحت الأرض، بين أرض السعادة والهناء، وإلا المغارات الساحرة. اخترت المغارات الساحرة وللأسف الجواب غلط، هي أرض السعادة والهناء. فتيمة ربحنا. فتيمة مبروك عليك يا فتيمة، 600 دينار كاش من هدية اتصال تونس. اسمع طرف الجنوب شي يقولوا مبروك عليك يا فتيمة. انا هنا تعمل يدك لساقك تلقى روحك ربحت. مبروك عليك يا فتيمة، نخليو لك كلمة الختام. فتيمة على شكون تحب تسلم؟ اي نسلم على راجلي، على خويا وبحدي يشجعوا فيا. اي تحيه ليهم. نسلم على ام وبابا دار حبيبتي، نسلم على اصحابي في الخدمه جماعه اوبتيميز الكل.
سلموا عليهم الكل. سلموا عليكم انتم وبرد يسك لاني كلمتني في التليفون محتاج. اي دره دره تحيه لها. ميرسي بوكو فتيما مبروك عليك 600 دينار كاش من هدايا اتصالات تونس داود. نعم. الله غالب خويا جات بنالتي فلتناها ولكن ما تروحش متغشش هذا الشعار متاعنا مبروك عليك. بونداشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس مبروك عليك داود ونخلي لك كلمة الختام. والله نشكر البرنامج نتاعكم. عايش. ونسلم على المدام والصغار. واحنا نسلم عليهم برشا وربي يفضلهم لك يا داود مبروك عليك. بونداشا قيمته 100 دينار من هدايا اتصالات تونس. إتوال 600 إتوال 1 ديس هو الكود نتاع الكوفر فور 50 مليون اي نعم 50 مليون كارتة تحط في كارتة يستناو فيكم فرع بشكون ان شاء الله في شهر رمضان المعظم قد ما تلعب قد ما تكون حظوظك اوفر للربح ترتاح صغيرة مع البيب راجعين ثمانية وثمانية وعشرين دقيقة على يفا محلى راديو مازلنا واصلين معكم حتى للتسعة متاع الليل. كنت تحبوا تدلوا رواحكم والعزيز عليكم تحبوا تفرحوهم ورمضان على الابواب معليكم كان تمشيوا الاكسبو فونت ريحة رمضان نهار الجمعة والسبت 25-26 مارس من 10 متاع الصباح للسبعة متاع العشية في مبلواتي لاك دو برشا دلال يستنى فيكم دي كرياتور دي زارتيزون في اكسبوزيسيون فونت تلقاو فيها برشا كادوات وكل ما يخص ديكوراسيون دانتيريور ومعون رمضان لي برودوي دو تيروار دي اكسسوار تحليو بيهم داركم ولبسكم ما لما تفلتوش الفرصة وفرحوا اللي تحبوهم وتدلوهم وبداو حضروا رمضان في الاكسبو ريحة رمضان. يلا حاضرين للروندة الثانية؟ حاضرين. وميمة ربحت الروندة الأولى؟ جيتها في طبق. اي جيت في طبق ما ربحت. ما ربحت. بدون مجهود. العبرة بالنهاية. وإن سألتم الله فاسألوه البخت. اي الحمد لله أنا مبخوتي. الحمد لله. القصة السيستم تاع القصة فاهمين. حلوة نسكرت. القصة خليها هابطة هابطة هابطة. يلا ننطلقوا في الروندة الثانية مباشرة من المحمدية 20 سنة فريال شاوش شعبك فريال عسلمة عسلمة مغرومة بالتمثيل اي على شكون أول عبد مثلت عليه الساعة فسرني مسرحية على القذيفلة مسرحية وين عملت المسرحية يا فريال في موسيقى تابع دار الثقافة تابع دار الثقافة مال مغرومة بالتمثيل أيوه؟ تربح في السؤال هذين نورمالمون تختاروا ميمة مال ان شاء الله ان شاء الله ما نأثرش عليك راهو انا جوست ما تقوليش اثرت عليا وكجو من لذوك يلا فريال حاضر روحك على التليفون مشيو للقيروان عاصمة الاغالبة 40 سنة محمد عباسي شعبك محمد عسلامة محمد لاباس محمد عسلامة خويا شحوالك لاباس بابا الحمد لله صغيرات لاباس والله الحمد لله اما والمومين اخويا الدنيا كلها جونا فيها حاضرين حاضرين للانتصار والله بحول الله والله تعرف شنو برشا فوسكا برشا فوسكا الدنيا كلها اي قول لهم خويا حضروا لي الفيراج خاطر هاك ولا هاك تروح كان فرحان ان شاء الله مربوع ان شاء الله مربوع يلا محمد حضر والله يعطيكم الصحة برسمي بالبرصة هذه خاطر أول مرة تصيرني أنا هذا هو مرحبا بك في الذاكرة طول عمري معناه مرحبا بك يا محمد مرحبا بك محمد قال الحوم الكل يا يلا محمد حضر لي روحك تو نحبك التركيز التام ها كل صغيرات تقول لهم سيلونس راديو تركيز صحيح سيلونس راديو يلا 10 ثواني 10 ثواني فريال محمد اللي يعطيني ثلاثة أجوبة صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يلعب مع ميمة ولا مع سلمى نبدأ ليديز فيرست كالعادة فريال أوكي 10 ثواني سؤال يقول سمي ثلاثة ماكلات ما يجيش فيهم الحم لابليدي كاستيجي ثلاثة ومكحورية برافو ثلاثة ما يجيش فيهم الحم في صنفة. ستة ثواني برافو ممكن نكملوا على الدزة ذي هذا الماكلات الكل ما حشيكم فيهم ربي قد الخير ربي يستر يلا محمد يا محمد أخوي لازمك في أقل من ستة ثواني يا محمد السؤال يقول
سمي ثلاثة أنواع متاع سلطة. سلطة مشوية، سلطة خضراء، وسلطة خضرة. سلطة خضرة، سلطة خضرة. سبعة ثواني يا محمدك الآن اللي عملتها طيرت لنا زوج ثواني. يلا غالي. يلا ميسالش محمد هو سؤال باش نختاروا به ليزيكيب فريال. نختار أمانة. نختار مرحبا أمان. يا فريال مرحبا. ما تقوليش ان شاء الله تولي ستار قد الدنيا ان شاء الله. ان شاء الله ميسي. ما تقوليش اثرت علي يا فريال، اختيارك صحيح ماهوش موجه، ماهوش اختيار موجه صح. عسلامة محمد. عسلامة اختي جربت. ان شاء الله مربوحة. عايش كهوي. يلا صح شفتي. ننطلقوا في المباراة بسؤال الأولوية، سؤال يهم البنات اللي موجودين في الاستوديو. فريال محمد تقعدوا تسمعوا فقط. سلمى أميمة السؤال يقول: شكون يتلقب بموسيقار الأجيال؟ محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب جواب صحيح. محمد حفظت له غنية؟ غنيت الكل شحال مغني لك. قلت لك راهي حاجه عظيمه الكرونيكا هذه. اي حاجه غني متثقفة تفهم في الزين كل شيء. صحيح بارك الله عليك. الله واحد الله واحد. يلا سلمى محمد 30 ثانية سؤال على نقطة. السؤال يقول: أنا هي البلاد اللي لقبوها بلد المليون شاعر؟ الاقتراحات: جزر القمر، موريتانيا، وإلا العراق. محمد عندك العراق. أنا بدي نصور العراق. حتى موريتانيا. أنا نصور موريتانيا. تمشي معي في موريتانيا؟ نمشي معك في موريتانيا. بي. انا بدلت راي وعليه اظهر لي هكاك. معناه انت قلت ملول العراق وهو اكد انها العراق، بدلت رايك في الثانيه الاخرى عليه هكاك اظهر لي. مالا. يا محمد ميساج محمد ما زلت عندنا الفرصه. معليش بدلت رايك محمد. والله هي حسيت هي اقرب. انا متاكد من هي من الاول قالت العراق. ايه وبعد شكت. ايه انا خبطت شويه خاطرك تراك تعرف يعني. تراك لا توا تراك نحبك تسترميها من الشباك خاطر جواب صحيح موريتانيا. قلبي خرج من بلاصتو. انا هاني نلعب كونتركم وقلبي خرج من بلاصتو. وين نعرف هالمعلومه متاكده منها؟ اما اخزر وجهي حمار والله وجهي حمار. اخويا عناني ما تركه بس نهار بيدي. سفيان ردنا في القايله. يا سفيان شكون اللي في القايله؟ نقطه سلمى محمد. مازلنا صفر من النقاط الفريال. سؤال لو مره اخرى سلمى أميمة السؤال يقول: وين موجودة حدائق بابل المعلقة؟ حدائق بابل المعلقة بلاصة كانت موجودة في الاقتراحات اللي قلناها مقبلة في سؤال العراق. العراق جواب صحيح. برافو. برافو أميمة. معنا لازم الاستعانة بصديق. والله العظيم لي سيرش رايتي تعاوننا مرة في العام انت. والله اي مرة هاكا كيفاه ديما انا خايف انت دي كنت مش نازل نقول موريتانيا مرة اخرى. وليت مفجوعة من العراق. وليت مفجوعة العراق. يلا فريال. وين؟ يا فريال التركيز. نحبوا نقطة التعادل يا فريال. تتشاور انت وميمة تعطيني جواب نهائي قبل ما يوفى التوقيت. سؤال يقول: في التلفزة التونسية قبل شنو كان يتعدى قبل نشرة الأخبار متاع الثمانية؟ الاقتراحات: توجيهات الرئيس، النشرة الجوية، ولا كرونوسبور. قد عمرك فريال؟ 19 قلت باش نعمل 20 وانا 27 وعملت 28. ما عندي حتى فكرة على اللي فوق يحكي على الجملة. نعرفش كان أمك حكيت لك ولا أنا أمي ما حكيت ليش. نتصور توجيهات الرئيس. حتى أنا نتصور هكاك نمشيو فيها. لحبيب بورديزا. العب يلا ما عندي حاجة. توجيهات الرئيس شنو هو كان يتعدى قبل نشرة الأخبار متاع الثمن؟ الناس كل تبدأ تستنى في الأخبار وقت دونك يوجهكم وقت الرئيس.
اوتوماتيك مو ما تنجم تكون كان توجيه الرئيس جواب صحيح. الزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله برافو فريال. نقطة التعادل 1-1 محمد فريال. سؤال اللي باش يفصل المباراة، سؤال اللي باش يفصل الروندة هذية بين سلمى وأميمة. سؤال الأولوية، السؤال يقول أنا هي أقدم جامعة في تونس؟ جامعة الزيتونة. جامعة الزيتونة برافو. بزري ما يخدمش. بزري ما يخدمش بحق. القصة ما تخدمش. نسيت محلش الريدو صحيح القصة هكا ونسيت التكنيك هرتها هرتها في الروند هذية. ناوك ربحت سؤال مرة الحمد لله الحمد لله العراق العراق. يلا سلمى محمد. اي اخوي وليد انا معك توا تحضرك الفيراج. عنا 30 ثانية يفصلونا على ال 600 دينار يا محمد. ان شاء الله ان شاء الله. ركز خذ وقتك. السؤال يقول الدويرات تتبع اي ولاية؟ الاختراحات تطاوين دويرات هي تتنطق وإلا باجا دويرات. ذكرتني برحمة محمد شعليك أتنجي وبينا تنجيو بينا أمورك من رجلة. أنا كنت مش أقرأ لها الدويرات. ليه دويرات أنا إن شاء الله أعطيك إجابة ما أمي دويرية. أمك من تطاوين. العب يلا تطاوين. هيا مبروك زغرت لكل نهار مش مستخسرنا. ليه وينو كالفيراج يلا يلا مبروك عليك محمد. مبروك وين الموسيقى يا مخرجة ويني الدنيا كنت بعضها. مبروك عليك يا محمد 600 دينار كاش من هدى اتصالات تونس. مبروك عليك. تحية بيك وتحية لإيافيام وتحية لسلمى وتحية لذرة ويعطيكم الصحة. مبروك عليك يا محمد تحية ليك وبصنك الصغيرات بالرسم يا راو اسمه والله فرحتونا يعطيكم الصحة وشرفتونا فك الحياة يعني كيكيك يعيشك يا محمد يعيشك يا محمد. مبروك عليك مبروك عليك يا محمد 600 دينار كاش من نادي اتصالات تونس فريال. قول له مايمه في الكاستينج الجاي تعيط لك. نعوضك بكاستينج المره الجايه فريال. مبروك عليك شد صحيح في حلمتك واقر على روحك ومبروك عليك زاد البون داشا. بون داشا قيمته 100 دينار من نادي اتصالات تونس. مبروك عليك فريال. مبروك على شكون تحب تسلم فريال؟ اي نسلم على الفنانين نسلم على الاستوديو الكل ونسلم على اصحابي في الفاس وكهربي. تحية ليهم لكل فريال مبروك عليك ان شاء الله ان شاء الله تعاود تلعب تنجم تعاود تلعب تنجم تعاود تلعب معنا مرة أخرى وتربح 600 دينار كاش. مبروك عليك البونداشا قيمته 100 دينار من هدية اتصالات تونس. انت زادة اللي تسمع فينا كانت حاب تفرح كيما فرح محمد ثنية واحدة هي اتوال 600 اتوال واحد دياس. ترتاحوا مع الموسيقى راجعين. ثمانية وتسعة وأربعين دقيقة على FM أحلى راديو. مازلنا مواصلين معكم في الجزء الأخير من اللعب يلا الروندة الثالثة. الروندة الأولى انتصار ساحق لميمة بن حفصية بالزهر. الروندة الثانية انتصار ساحق لسلمى بالثقافة والفازيت صفاك سلمى بالثقافة وانا بالقصة والزهر. بشوي بشوي انا قلت عدل الزهر والعطر شيء على قرايتي انا بشوي انا قلت شي حاجة غلطة في الجملة اللي قلت معناك يا عبيد ترجع تتفرج في الحصة يقولوا هل اي ما دي اكسيبسيون يفو با جنراليزي معناك انا نحكي على اليو حكيتش على نهار اخر لا لا وفي الموضوع يلا ننطلقوا في الروندة الثالثة مباشرة من رادس سماح زيتوني. شحوالك سماح؟ عسلامة عسلامة سماح عسلامة مرحبا بكم. شنو حوالك يا سماح؟ الحمد لله عايشك. خمسة صغيرات ربي يفضلهم لك يا سماح. بحذاك ولا بعد عليك؟ لا بعد عليك كيف ولي برشا حسك ليه قد اعمارهم يا سميح؟ ممنوع احنا والله الكبيرة عندي 12 وصيب لكل 18 ربي يفضلهم لك. اما بقى صغير باش يبكي كهو دونك ما نجموش نجيبوه للفيراج ولكن الاخرين لازمهم شرط هذاك. لا ما شاء الله عندي اولاد مش كبار في الدار عندي بيزيد وبدر.
ربي فضل عملك يا سميح. يلا حذر لي روحك ما تعرقش تليفون نمشي والصفاقس. 59 سنة سي علي بوقاذي أستاذ مصر. عسلامة عسلامة سي علي. عسلامة مرحبا بكم. علي بوكاجي. علي بوكاجي شعويك سد علي. كان جيت بوقاذي راني حاجة أخرى. جميلة منه جميلة جميلة. شعويك سد علي. والله الحمد لله منور بكم ومنور بتي أفام ربي فضلك. يلا حاضر للمباراة. بقى حاضر بالتليفون. بياسر بياسر. يلا حضر لي روحك زدالي ما تعلقش تليفون. سؤال سؤال انت وسماح. 10 ثواني 10 ثواني اللي يعطيني 3 أجوبة صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يلعب مع أميمة بن حفصية ولا سلمى هنتاتي. نبدو بك انت يا سماح. 10 ثواني السؤال يقول سميلي 3 حاجات يتحطوا فوق الراس. برافو 3 أجوبة صحيحة في 3 ثواني. برافو يا سماح. زدالي وي يا زدالي 10 ثواني سؤال يقول سميلي 3 مسلسلات تونسية. ما نجمش نسميهم في أقل من 3 ثواني خاطر عندي منهم طويلة. معناها من الاخر والله عطاك من الاخر. حاولت علاش ما حاولتش يا زدالي؟ 3 ثواني ياسر سريع وانا رجل كبير معناتها ديجا. لا مازالت البركة عاد شنو؟ يعيشك يعيشك. يلا ميسير زدالي سماح. ليديز فيرست. اي ليديز فيرست دونك سماح. كالون بلوس. لك الكلمة يا سماح. أميمة وإلا سلمى. مدام سلمى. مدام سلمى برافو. مرحبا. هي مرحبا يا صفاقس. هي ولد بلادي. هاي هاو جيك بنت زميلتي اللي تخرجت مباشرة بعدي. زميلتك نعيمة الجن. اي ومرجي اللي هو امي دونسونس. اي الحمد لله امورنا واضحة. توا انت تحطيت في مسؤولية كبيرة يعلم بها كان رب. بي يلا زدالي حضر لي روحك. سميح حضر لي روحك. تو تقعد تسمعوا فقط سؤال الأولوية يهم البنات اللي موجودين في استوديو فقط. سؤال يقول أنا هي الولاية اللي فيها أقرب نقطة لأوروبا. يا البابور بنزرت. يا البابور يا المنامور خرجني من البنزر. هي ولاية بنزرت. جواب صحيح ولاية بنزرت. يلا زدالي وي زدالي خذت الأولوية. أميمة 30 ثانية السؤال هذا على نقطة تتشاور انت وياها تعطيني الجواب نهائي قبل ما يفهم التوقيت. السؤال يقول شنو كان برنامج نجيب الخطاب من بين الاقتراحات شمس الأحد عسلامة ولا 5 على 5؟ سي علي عندك إجابة 5 على 5. العب يعني لأنه كان دوم 5 ساعات هاك تبارك الله سريع جاوبت في ثانية طبعا. تكور في دومين وراه أستاذ مسرح. هاك جاوبت في ثانية تبارك الله. في ما وقت نحب نكونوا الأولين نكونوا الأولين. قوية ذي قوية ياسر. برنامج العظيم نجيب الخطاب رحمه الله بين شمس لحد عسلامة 5 على 5 اخترته 5 على 5 والإجابة 5 على 5. برافو نقطة خاطر كان يدوم 5 سوايع. برافو 5 سوايع لايف سي با دوني. نجيب الخطاب رحمه الله به نقطة لزدالي. مازلنا 0 من النقاط السماح. سؤال الأولوية مرة أخرى. السؤال يقول الحمل هو صغير أي حيوان؟ مانيش باش ناخذ لك الإجابة خاطرك جاوب قبل ما نكمل السؤال. كما غزرت. وغزرت عملت الكل معناها غزرت غزرت الأخطاء الكل عملت غزرت اللي هو أعطيني الجواب ساعة العلوش. اللي هو العلوش. جواب صحيح ولكن لما غزرت لما باش تمشي لسماح وسلمى. يلا سماح وي 30 ثانية سماح. السؤال هذايا تعدل به النتيجة. السؤال يقول وين كانت موجودة السفارة البريطانية في تونس؟ الاقتراحات مونفلوري ساحة النصر وإلا شارع باريس.
عندك فكرة وين كانت موجودة سفارة بريطانيا؟ والله ما عنديش فكرة بالضبط. ما جو بونس مونفلوري. حطينا جو بونس مونفلوري. اي حطينا كيكا جو بونس مونفلوري. ساحة النصر شارع باريس. شارع باريس. مونفلوري. مونفلوري. مونفلوري جواب نهائي. سفارة بريطانيا وين كانت موجودة؟ ساحة النصر تعرفها فين؟ لا ساحة النصر لا بور دو فرانس. اي ليه ما كانتش في البور دو عشان كنت فما بحقا للأسف الجواب غلط. ساحة النصر. ساحة النصر مش مونفلوري. ثقة في النفس خاطري ليه ما كانتش غادي هيك كانت غادي بقى. يلا نرجع لنظرية خنفس دنفس بيت متعشي. يلا صحيح خنفس دنفس بيت متعشي والله حلوة خنفس دنفس مالي سعدي هاد ليام لحد شي بيت متعشي. وميمة كتبت تتكلم ماذا بيكم كنش وتخيدوا واكتب يا حسين. اسمع عندي صاحبتي بوش لقيتي نقص من الأمثلة المدة الأخرى كثروا عليك. تحية لي عودي لي بربي خنفس دنفس بيت متعشي خنفس هكا اي معناها خنفوز من متأتية من كلمة خنفوز خنفوز بلبس توت بيت متعشي تريبيا به. سؤال الأولوية مرة أخرى. سؤال يقول شنو هو اسم الجدار الفاصل بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية؟ جدار برلين. جدار برلين جواب صحيح برافو سام. يلا سماح سماح فرصة أخرى باش نعدوا النتيجة. يا سماح سؤال يقول شنو يعني رمي الرجل لتفاحة وراء المرأة في التقاليد اليونانية القديمة؟ اقتراحات: يحبها ويحب يعرس بها، يحب يسألها على عمرها، وإلا يحب يفهمها أنه مش متعارس، يحب يفهمها أنه مش متعارس. أنا والله ما ضربني حتى واحد كيبدأ بنزاسة. سميح والله ما انا نتصور يحبها ويحب يعرس بها عادي دماغها بتفاح. ليه هو يرمي وراها يمكن حتى اجت بوصه كيكه ما تسويش شو قلنا مانيش تعرس. جواب نهائي يحبها ويحب يعرس بها. فمش راه حتى راجل كيبدا مش تعرس ما يقولش ساعه ولا حاجه ما يقولوا ايش. تخيل بربي كان جات هذايا في تونس صدقني قاجوات تبدا قاجوات طايره ما ترى كان التفاح وين شنو يعني رمي الرجل لتفاحة وراء المرأة في التقاليد اليونانية القديمة؟ يحبها ويحب يعرس بها. جواب صحيح برافو. نقطة التعادل برافو سلمى برافو سميح. واحد واحد نمشي للكيستيون براج مباشرة. الكيستيون اللي بيفصل المباراة إذا كان واحدة من البنات خذت الأولوية وجاوبت بالصحيح اوتوماتيكمو المتباري اللي معاه يفوز بال 600 دينار. اذا جاوبت غلط اوتوماتيكمو الفريق المنافس يكون هو الفائز. سؤال الأولوية. السؤال يقول 8 في 7 قديش؟ 56. اي والله في بالك كليت عليها تريحه ما عندي هذاك تعال صدق حلوس عطاك تريحه على اي خاطر غلبت عليه في المات مره جينا اكزرسيس اما اكبر 1.63 و 1.64 جبته غلط هو اكزرسيس بونيوس 8 في 7 56. يلا زدالي اي زدالي السؤال هذايا جاوب عليه صحيح تفوز ب 600 دينار جاوب غلط اوتوماتيكمون سامح تكون هي الفايزه. السؤال يقول أنا هي الدولة العربية اللي ما فيهاش صحراء من بين اقتراحات سوريا لبنان فلسطين. عندك الإجابة سي علي؟ لبنان. لبنان لبنان العب يلا اي سي علي يحكي لك فقريت مع بابا شنو الأمور. لا لا ما عادش عندنا برشا توقيت. الدولة العربية اللي ما فيهاش صحراء من بين لبنان سوريا فلسطين هي لبنان جواب صحيح. مبروك عليك سدالي 600 دينار كاش من هدية اتصالات تونس. مبروك عليك سدالي
الله يبارك فيكم وبارك الله فيكم. يعيشك سدالين، سلام عليك برشا. تحياتي لكم الكل، وتحياتي لاختي نعيمة وخويا منجي وبنتي أميمة إذا كان ربي يفضل. قاش إن نقول لبنتي. عايشك ربي يحفظك مالا. ونحب تحية لدور عياد لأنها عرفتوا تختاروا ديما أنتم كاستينكم تاعكم باهي. ربي يخليك، عايشك سدالين. يعيشكم الكل، بارك الله فيكم. ميرسي بوكو، نحيوك برشا ومبروك عليك 600 دينار كاش من هدية اتصال تونس. سماح. مبروك عليك بون داشا قيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس. مبروك عليك سماح. يلا على شكون تحب تسلم سماح في ساعات؟ والله نسلم على الفامي كلها، على المسيو، على سوختو بربي مدموزيل ذره اللي كلمتني في التليفون. تحيه لك، تحيه لك. وعليكم انتوما ومعيمه ومدام سلمى، ميرسي بوكو. يعيشك يا سماح، ميرسي بوكو. الفايز معنا في الديجيتال البارح معز دبوسي من اريانا، مبروك عليك 600 دينار كاش من اداء اتصالات تونس. وميمه بن حفصيه، ميرسي بوكو، نورتني اليوم. سلمى، ميرسي بوكو، نورتني اليوم. عزه تواتي في الاخراج، دره زهره في الاعداد، ايمان ويام، سفيان، اي اف ام تي في الديجيتال. تحيه كبيره لكم، نتلاقاو ان شاء الله نهار الاثنين في نفس التوقيت. غدوه ايمن زروق باش يعوضني ان شاء الله. مربوحه لتونس، رخصي من الناس كل. باي باي.